يا الله، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة الشيخ عبد الأمير. شلونك مولاي؟ شلون صحتك؟ حياك الله مولاك بخير والله. شلونك؟ نعمة الحمد لله والشكر. الله يحبك، الله يديمك. شلون الأولاد؟ بخير ولله الحمد، نعمة فضيلة. يا شيخ، هل آدم عليه السلام نبي أم إمام؟ آدم؟ نعم. أولا إني جاء فيعني إمام. إمام الأول كان إمام ولا كان نبي؟ الأول يعني آدم كان إمام، كان أول ما نزل إلى الأرض كان إمام ولا كان نبي؟ هو إذا إحنا خلينا نميز، أولا مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة. النبوة الله اختبر إبراهيم ورفع، لحد ما رفع جعله إمام كما تقولوا. فهل آدم الأول كان إمام أم كان نبي أولا؟ أولا هو كان خليفة الله في الأرض، وهو الإمام في الأرض، وحجته في الأرض. كان حجته على مين يا شيخ؟ آدم كان إمام على من؟ ما كانش حد هناك في الأرض، لم يكن أحد في الأرض. على جميع المخلوقات التي تقع ضمن دائرته. آدم ما كانش فيه يا شيخ حد. والإنس من أبنائه. آدم القتال الذي أصبح بين هابيل وقابيل هو على مرتبة الإمامة، وليس كما يقول بعض الكتاب إنه على فتاة جميلة والأخرى قبيحة. طيب يا شيخ، هو آدم يا شيخ ما كانش في الأول قابيل ولا هابيل. آدم لما نزل على الأرض حضرتك قلت إمام، كان إمام على مين؟ على المخلوقات يعني، كان إمام على الأسد والغزالة وكان في أصلا كمان حيوانات. شيخ ملناش دعوة بالحيوانات، آدم نزل على الأرض كان إمام على مين يا سماحة الشيخ عبد الأمين؟ أولا مولاي الجليل حبيبي، خلي نتكلم بروية شوية أحسن. أولا آدم الله أعده إماما للخلائق التي من جنسه، والله سبحانه وتعالى يعلم أن آدم نزل هو وحواء، حواء نزلت في منطقة وآدم في منطقة أخرى، ثم التقيا في جبل عرفات. هذا الله سبحانه وتعالى للتناسل والتكاثر البشري، أولادهم من صاروا عندهم أولاد، هو آدم أبو البشر وهو حجة الله في الخلق. نعم. طب يا شيخ حضرتك تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهدي الإيه؟ الظالمين. الظالمين، فأي ظالم لا يكون إمام. آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا هو وحواء، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فازاي، لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا العهد للظالمين؟ أحسنت، جزاك الله خير. الأنبياء دائما فيما يقدمون من طاعة إلى الله سبحانه وتعالى يعتبرون أنفسهم مقصرون في طاعة الله. لا يا شيخ، آدم ظلم نفسه من أكله من الشجرة يا شيخ، ما كانتش طاعة. آدم عصى، وعصى آدم ربه. إذا تسمح لي، وعصى آدم ربه، هل العصيان في الدنيا أم في الآخرة في الجنة؟ عصى ولا ما عصاش يا شيخ؟ آدم عليه السلام عصى. لا يا حبيبي، لا أرجوك أنت حاذق وعاقل. طيب أرد على حضرتك يا سماحة الشيخ عبد الأمين. الجنة بلا شنو؟ بلا عمل. طيب الجنة بلا عمل. لا أرد على حضرتك في النقطة دي الأول. أنت أصلا بتقول الإمام حينما يولد يكون معصوما، أنت عندك أن الإمام بيولد معصوم، فكيف يولد معصوم ويعصي الله تبارك وتعالى؟ اسمح لي. تفضل. إحنا أنا وياك، أولا أنا إنسان بسيط على مقدار ما أحمل من فضل الله سبحانه وتعالى. أولا أبونا آدم الله سبحانه وتعالى لم يكلفه بالطاعات ولا بالصلاة في الجنة، ولكن كلفه قال لا تأكل من هذه الشجرة. الله كلفه أن لا يأكل من هذه الشجرة. أولا آدم لم يأكل من هذه الشجرة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى. لنفرض شجرة تفاح، رمان، أي شجر، ما يجي الشيطان أخذ إلى شجرة أخرى غير هذه الشجرة. هذا مورد آخر. يعني آدم ما كانش من الشجرة؟ إما ربنا بيقول فأكل منها، الله قال فأكل منها فبدت لهما سوءات. مولاي بس اسمح لي، هذا مو نقاش، هذا حرب. يا
يعني انا عاوز اعطيك سيف وتعطيني سيف، هذا حرب مو نقاش. طيب يا شيخ ادم ما كانش من الشجره، امال كان من ايه يا شيخ؟ جل وعلا بس اسمعني تفضل. خلق ادم ليس للجنه، وانما خلقه علما اني جاعل في الارض خليفه. فهذا الجعل، هذا الجعل التكويني لله سبحانه وتعالى كان من ملزماته ان يخرجه من الجنه. طيب اما تخلص عشان ارد على حضرتك عشان ما تقولش كان من كان من ملزماته انه كيف يخرج من الجنه. هل كفر بالخالق؟ هو اكل ثمر، هسه تاكل الثمر يعني يوجب المعصيه؟ لا، يعني ادم لم يخطئ حينما اكل من الشجره يا شيخ عبد الامين؟ لا لم يخطئ ابدا. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. انا اصدق حضرتك ولا اصدق القران؟ قلت لا ده ما اكلش من الشجره، امال اكل من ايه بس يا شيخ؟ بتقولي لا ده شجره ثانيه، الشجره اللي ربنا امره ان ما ياكلش منها ما اكلش منها. واكله من الشجره لم يخطئ، يعني حينما اكل من الشجره لم يخطئ. وبعدين قلت حبيبي اكلهم من الشجره لم يكن معصيه بالله. اولا الله سبحانه وتعالى لم يشرع لهم المعاصي، وهو الله لم يخبره بان الشيطان عدو له. اعوذ بالله. لا الله اخبره. الله اخبره يا شيخ، انت حضرتك حافظ القران؟ لا قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو ورمى هبطوا للارض، اما بالجنه ما اخبر. لا يا شيخ والله اخبره الله سبحانه وتعالى. لا والله. فقلنا يا ادم، فانا اقول لك يا شيخ، اجيب لك الدليل اهو. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. الله اخبره. ايش هسه هذا؟ اسمح لي هسه ايه بس يا شيخ؟ هسه ايه بس؟ انت حضرتك بتجيب معلومات غريبه جدا. الذنب فيه صغائر ذنوب وفيه كبائر. لا انت اقسمت بالله يا شيخ دلوقتي، انت اقسمت بالله. هل كفر او هل عصى ادم ربه بكبيرة؟ لا. طيب انت معايا ان ربنا اهو، انت معايا ان ربنا انت معايا ان ربنا اخبره في الجنة؟ انت ولا بص الله سبحانه وتعالى قال ماذا يا شيخ في سورة طه؟ اظن حضرتك في سورة طه. اشكرك. نعم. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى. مباشرة حينما رفض ابليس فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالله اخبره مباشرة بعد ان رفض ابليس السجود له. اولا السجود ليس لادم. انا ماليش دعوه يا شيخ دلوقتي، شوف برضه هتطلعنا من موضوع تاني ازاي يا شيخ؟ السجود كان لابليس. اولا هنالك ذنوب صغيره وذنوب كبيره. اولا ان الله سبحانه وتعالى لم يكلف الانسان ادم في الجنه بالطاعه او بالعمل، او حدد له العقاب وحدد له، فقد قال يخرجكما. هذا الاخراج كان بيد الله ام بيد ادم؟ طيب يا شيخ وعصى ادم ما معنى وعصى؟ يا مولاي انت لا تتكلم لي. المعصيه مره تكون كبيره وعظيمه، ومره هي بالكفر، ومره تكون لا. يا مولاي يعني العصيان هنا معناه ايه يا اخي شيخ؟ العصيان احنا عندنا الايمان بيبقى معصوم لا يعصي الله ابدا، العصيان هنا معناه ايه؟ مولاي العصيان للمعصوم في الدنيا، ما هو ادم في الجنة يا شيخ. ما هو العصيان ان الانسان اول المعصوم اول ما يولد يكون معصوم لا يعصي الله، وادم اول ما خلق عصى الله بعد ذلك اهو، وعصى ادم ربه فغوى. بس اسمعني التكليف ليس في الجنة، وانما التكليف في وين؟ التكليف في الدنيا. شيخ ابليس خلق من ماذا يا شيخ؟ ها؟ ابليس خلق من ماذا؟ من نار. لا ان ابي عبد الله عليه السلام وعبد الحليم الغزي ذكر الروايه على قناه القمر مش من عنده، لان انا اعلم انك ترى ان عبد الحليم ضال. عبد الحليم الغزي ذكر الروايه في بحار الانوار المجلسي، ابليس خلق من طين. لا ابقى راجع الروايه عندكم تاني يا شيخ، ابقى راجع الروايه تاني على حاجه. لا لم اقرا هذا، لعله مزور.
انه اولا بنص القران ادم خلق من طين وذاك خلق من نار، فلا يمكن لعالم جليل وفاضل وهو كالمجلس يقول بهذا اطلاقا، ما ممكن. العقل يرفض، ما هو العقل يرفض الان ان حضرتك بتقول والله واقسمت بالله ان الله سبحانه وتعالى يعني لم يخبر ادم بعداوه ابليس، وجبت لك من القران ان الله اخبر ادم بعداوه ابليس. اولا شوف، السلام عليكم، انت عاد للنقاش اعداد للنقاش؟ والله ما معي، اقسم بالله ما عددت الشيء. انا الان اطفال الربع اثنين، واحد منا انا وواحد منا جالس على كتفي وواحد يحيط بي واشوفك. طيب جئنا للمظلوميات، جئنا للمظلوميات، ما في مشكلة يا شيخ. عموما يا شيخ عبد الامير اسأل ان يهديك بالله، طلب منك يبكون ويصرخون وانت تناقشه. اولا اكو ان شاء الله غير وقت اناقشك باذنه تعالى. انا اسال ان يهديك يا شيخ امين يا رب، اسال ان يشرح صدرك وان يهديك الى الحق، قول امين. الله يهدينا ويهديك ويهدي كل بعض. طيب انا عايز الهدايه من الله نعمه. طيب تعرف السيد نعمة. تعرف السيد احمد بدر الدين، هسمعك بس نص 20 اسمع 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 بس يا شيخ، بل خلق من الطين احمد بدر الدين، خلق من النار ابليس، بل خلق من الطين. قال انا خير، بل خلق من الطين، اهو احمد بدر الدين الولد اللي حضرتك تجهلها، وعبد الحليم الغزي ابليس خلق من الطين، والله سبحانه وتعالى وادم ما عصاش ربنا، والكلام اللي في القران عياذا بالله خطا، الله ادم ما عصاش ربنا، وادم ما كلش من الشجره زي ما حضرتك قلت دلوقتي، وادم والله سبحانه وتعالى لم يخبره بعداوه ابليس لا، وكل ده موجود في القرآن. نسأل الله يهديك يا أبو أمير. أغلق الخط والله، أغلق، لا يرضين السماع الحق. كان معكم شيخ الشيعة عبد الأمير. يا شيعي فكر، يا شيعي فكر، والله الحق واضح وضوح الشمس. فكر يا شيعي، كيف تحتج علينا بهؤلاء، بهؤلاء المعممين؟ سمعت بأذنك آدم ما خلق من إبليس، ما خلق من نار، خلق من الطين، والمعمم يقسم، وعندما جبت له الآية كان ناس في جبهة إن يتحدث، ويقول ادم لم ياكل من الشجره، وادم لم يعص الله. يا شيعي افق، افق يا شيعي، الحياه حياه واحده فقط، واما جنه او نار. نسال الله ان يهدي عوام الشيعه للحق، ويهدي عبد الامير الكناني.